ويقول وذو الله أين عشيرتي وسرات قومي أين ودادي. هنيئا لمن تقرأ على قبره مصيبة الحسين. ودادي أين الكمات وأين جدي حيدر مرد القروم وصارع الأسادي ترى يعود لنا الزمان بقربهم يا تمال القرب من معادي. حفر قبر حسين يمه وقام محني الظهر وضاع يد تحت الرجل والثانية تحت الظهر قام كل ما رفع جانب الثاني خور قال بويا شلون اشيلك ولو صالم والذرى الم جميع وصال ابوه الا انكسر ولا انهشم ركب ضلع الصدر والدمع من عينه ذروف حط على اجتاف الزنود وعلى الدرعان الجفوف والقلبي من فقد خنصر ابو سكن العطوف ضل يحوم ويجذب الونا ودور خنصرا لم جميع وصال ابوه الا انكسر ولا انهشم حتى قطعت قلبه اللي استخرجوها بالسهم ما بقى غير الكريم على الرموح يبرى الحرام لفه مدد بقابره وظل يشم بمن حرام وقام للمسنات يجذب ونهته محن الظهر وشاف ليث الحرب متوسد دراعه على النهار صح عم انعمت عيني من المصايب والقهار بذمتك زينب يا ابو فاضل وتمشي ميسرا انحنى عليه عم حرقوا خيامنا عم ادخلونا الكوفة سبايا والرؤوس على أطراف الرماح عم ضربت الهاشميات عم ضربت العلويات وين كفنك يا عمي وين جودك والعلي سلمتك فوفك كان ما حرق الخيام وكان ما واحد كفو يضرب يتيمة من الحرام ليت الدهر يعود لي بالليالي المزهرة ما غسى
غسلوا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. إلى روحه رحم الله من قرأ الفاتحة.